أنا علي بن الحسين بن علي أضربكم بالسيف حتى ينحني، أطعنكم بالرمح حتى يلتوي، ضرب غلام هاشمي علوي. نحن والله لا يحكم فينا من الدعي، نحن وبيت الله قسما ببيت الله، نحن وبيت الله أولى بالنبي. جمال رسول الله، صورة الرسول، أخلاق أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله، خطابة الرسول صلى الله عليه وآله. وش تقول لي زينب؟ أبا عبد الله إذا أذنت هالغلام وقتل يعني أفقدكم كلكم، ترى أني أفقدكم كلكم لأن هذا يمثل الجميع. ورث الصفات الغر، من لم يبكي فليتباكى. والحسين القدوه، والقدوه لازم امام، الامام اكمل من الماموم، اشجع من الماموم، اخلص من الماموم، اقدم الى الموت من الماموم. كيف يمثل الحسين الاقدام للتضحيه وهم راضين؟ الانصار ما رضيوا، حتى بني هاشم يتقدمون، يرضون الحسين يتقدم؟ ما يمكن. قال لهم الحسين انا بقدم لكم دليل على تضحيتي، باخذ قطعه من كبدي بقدمها قدامكم يا بني هاشم. اول شراره لهاشمي شراره علي الاكبر. لا احد يقول خلوا ولدين، لا لا لا، هذا ابني قدامكم، قم يا ولدي تقدم تقدم. متقدم علي الاكبر وانت بحاجه الى صوتي غدا، نسال الله ان يقبل منا ومنكم. فلما نظر ابو عبد الله الحسين الى ابنه الاكبر وهو يمشي الى الموت، وضع يده على كمينته، قال: اللهم اشهد عليهم انه قد برز اليهم اشبه الخلق بنبيك صلى الله عليه واله. وكنا اذا نظرنا الى هذا الغلام، وكنا اذا اشتقنا الى رسول الله صلى الله عليه واله نظرنا الى هذا الغلام. ثم قال: يا عمر بن سعد، قطع الله رحمك كما قطعت رحمي في هذا الغلام. ثم نظر الى وجه الاكبر وقال: ان الله اصطفى ادم ونوح وال ابراهيم على العالمين ذريه بعضها من بعض. ترى هذا من الذرية، لأن لم يكن إمام فعنده نور الإمامة، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. ثم برز إلى القام وهو يقول: أنا علي بن الحسين بن علي، أضربكم بالسيف حتى ينحني، أطعنكم بالروم حتى يلتوي، طعن غلام هاشمي علوي. والله لا، نحن وبيت الله أولى بالنبي صلى الله عليه وآله. ثم حمل على القام بأبي هو وأمي، قلب الميمة ميسرا والميسرا ميمنة، حسدهم حسد السنبل، جالهم جولان الرحى. شلت راجها بن حسين الأكبر وياي، اذهب إلى المعركة يا مؤمن يا مؤمنة، انقلوا قلوبكم إلى كربلاء. شلت راجها بن حسين الأكبر وكل الخيل بالهامات تعثر، أمصيتها الهلت للخيل لولاح عليها، وسفجت الأطراف للرماح، ورقصت للسيوف رؤوس القراح، وفوق الطوس كله ضرب الأكثر من هاشم النتب. يقول أبو العطية رحمه الله، يقول: منتب يعني مملوء مملوء. تعرف وش أي نفس يحملها هذا الرجل العظيم؟ هذا لا أولاد علي، ايش كثر علي بن طالب صنع رجال. مر عليك موقفه أولا لتقطع يمينه ولم يبالي، كل هالشجاعة هاي من هاشم، من هاشم منتب موش ملفوف، أبوه حسين بالميدان موصوف، وجد حادر الكرة معروف، وعم الحسن والعباس لازهر. شوف شيء بالنصات، يقول: اهتز بغيرة الله، هذا مو غاضب لأجل دم،
مو غاضب من أجل كذا، غاضب من أجل دين. يوم بحامية الإسلام قد نهضت به حمية دين الله إذ ترك الأكبر حميته من حمية أبيه، وغضبته لله من غضبة أبيه الحسين عليه السلام. من هاشم منها اهتز بغيرة الله، يفهم معنا شلون اهتز بغيرة الله وفرع الراس تمايا بالدرع والسيف والطاس، بسيف الشعشعان المرهب الناس، وبالخيل الطلايق ضيق البر تموج الخيل، تموج الخيل من يجبل عليها، موج الخيل من يجبل عليها، إن الخيل أبو الحسنين فيها، وذاب هذا وراح هذا لجهها مساميها. يقول ابن عمسي الشرف يقول موج الخيل من يجبل عليها، كنا الخيل عزرائيل بيها. يقول لا لا تقول عزرائيل، قل كنا الخيل أبو الحسنين بهذا بهذا ورا هذا لديها مساميها ورمحا يلحق الفرح. حملا على القوم تلك الحملات العظيمة حتى استغاثوا من شدة ضرباته، وازداد الطغاة طغيانا، فأقبل إليه بكر بن غانم لعنه الله، وكان يعد بعشرة آلاف فارس لعنة الله عليه. المعركة لا ينظر إليها النساء، لأن النساء مسونات في خدرهم، بنات الزهرة ما يشوفون المعركة، ما يشوفونها محجبات، ما يشوفون ويش يجري. لكن اللي يكشف لهم المعركة وجهه، أسألكم اللي يكشف لهم المعركة وجهه الحسين. ليلة تنظر إلى وجه الحسين تغير، زينب تشوف وجه الحسين تغير، تلتفت ليلة إلى الحسين تقول أبا عبد الله هل أصيب ولدي؟ قال لا، ولكن أقول لك ما تسمعها، قال لا ولكن برز له من يخاف أن يفتك به. قالت أبا عبد الله ماذا أصنع؟ قال اذهبي إلى الخيمة وادعي إلى ولدك، اتحمل أمه، وادعي إلى ولدك فإني سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول دعاء أمهات لأولادها مستجاب. أقبلت ليلى إلى الخيمة. رحمك الله يا خادم الحسين يا شيخ عبد الزهر الكعبي. يقول ما أقبل أوصف إلى الناس زوجة الحسين، أوصف إلى الناس عرض الحسين وأقول وش سوت، رفعت أو مدت هذه امرأة في خلوتها، بس أتكلم بالمقدار. ويش سوت ليلى؟ شبحت عينيها إلى السماء بأي شيء تقسم على الله، ما أقول شيء، إذا عندك حاجة سأل الله خلاها بالحسين، بأي شيء تقسم على الله، هل هناك شيء أحد أعظم من الحسين؟ ما أكو أعظم من الحسين، ما أكو أكرم من الحسين، ما أكو وحيد مثل الحسين، ما أكو عطشان مثل الحسين. إلهي بحق الحسين ووحدته، إلهي بحق لحده، إلهي بحق الحسين ووحدته، إلهي بحق الحسين ووحشته، إلهي بحق الحسين وقلة ناصره، إلهي بحق الحسين وغربته، إلهي بحق الحسين وعطشه. يا رد يوسف ألا يعقوب رد إلي ولدي سالما. الله أكبر، ما أسرعها من إجابة، وإذا بالأكبر ينتصر على العدل. الله أكبر، ويجي سريع إلى أبي الحسين يقول له أبا سيد الملوك، فعالم
وأراني، وإذا حملت فصيدي الأبطال قل له أبوي أنا أريد الهدية من عندك، أريد تعطيني شيء. قال له شفت الجاول سير وياي، ما قد شكرا الصوت يبكيك المصاب مو رفع الصوت، سير وياي يا مؤمن يا مؤمنة. هاك الأخبار عند أبوه جاي إلى أبوه، قال له أبوي شو تريد يا ولدي، ماذا تريد من حبيبك؟ قال له أبوي ترى أنا عطشان، أنا عطشان وعطش، أخذ ما أخذ مني، شو يسوي؟ قول يا ابن نصار. يقول له أبوي أبوي قطرة المية شفت يا ابويا يا ابويا، لان الخطاب خطاب استعطاف مو خطاب يعني مال حرب حتى اصرح ارفع الصوت، كل صوت يناسب مقامه استعطاف لابي. يقول له يا ابويا يا ابويا قطره الميه اتقوى اتقوى ورد للميدان، يا ابويا انفطر قلبي وحق جدي العطش والحرب والميدان والحرب، أبا يا حسين يلي من تمسك بيك ما يا أبو بسدي الوافي وغنوة داحي البا أريد قطرة ماء، ما أريد قلاص كامل لو شوية بس، محفوظة لكم هذه الدموع عند الزهراء، اريد قطرة ماي قلب من العطش ذاب غارت عيوني، واظلم الوادي علي. يا الله، قال لي ولدي علي تبغي اراويك، حط لسانك على لساني. يقول الأكبر وضعت لساني على لسان أبي فوجدت لسان أبي كالخشبة اليابسة، علمت أن أبي أشد مني عطاش. في رواية أخرى تقول لا، قول آخر يقول لبني يسقيك يسقيك جدك رسول الله صلى الله عليه وآله شربة لا تظمأ بعدها أبدا، اللهم اسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وآله. عزم على الرجعة للقوم، قال لي يا ولدي روح إلى أمك تكي في الخيمة، جاء إليها وإذا هي ذيحة، أخذ رأسها وضع في حجرة، قام الأكبر يبكي سال الدمع دموع حارة على وجهها، أفاقت وإذا بالولد أمامها مدت يديها إليه، الحمد لله الذي أرجعك إليه. جلس وياها قليل التفتت إليه قالت لي يا ولدي قم بيض وجهي، انت عزيز لكن الحسين اعز، انت حبيبي قطعت شبدي لكن الحسين امامي احب الي يا ولدي، واني احتسبك على الله حتى باكر اذا شفت جدتك الزهراء عندي شيء، عندي ذخيره اليها باكر اقول لها قدمت شيء، باكر بتجي رملة عندها شيء، بتجي فلان عندها شيء، بتجي أم البنين عندها بعد، أنا لازم عندي شيء إلى الزهرة ماذا أقدم لفاطمة؟ لكن عاد يا ولدي أبي أودع، الله يساعد الأمهات اللي يفقدون أبنائهم، هذه الأم اللي تفقد ولدها ما تدري موته، توها تقول أني البارحة كان عندي ما أدري هاي لحظة الموت،
عندي الله لو تعرفين انها ساعة الموت تموتين، هذه ما حيتحملها الا اهل البيت، هاي تتحملها زينب اللي ودعت الحسين مزاع الموت، تتحملها ليلة ساحتها ليل، صاحب امه ام صاحبها اليوم تقول يا ولدي ما ودعك الوداع الاخير. ما برفع صوتي إلى تقول له تهيد تهيد عبد الله بن يوسف، تهيد يا بدر سعدي يا لما ارض انظر لطولك وظنك ظنة وداع وانظر بعيني مشيتك، قوم تمشى شوية ولدي اريد اشوف مشية الشباب، وانظر بعيني مشيتك يا حلو الاطباع، مثلك ولد يا نور عيني يملقى منين، يقلها امام مشيت قبال وجهك ودعيني وتزودي مني قبل لا تفقديني، مهجة تفادك الله يساعدك بعد لا تترقبيني عنك ترى رايح ولا ادع للصلاوي، احنت عليه تودع وتجر ونه، تقول لي عقل الموت مالك بد منه، ودعتك الله يا شباب ما تهنه، ربيت يا ابني واحسب شهورك ولسني، ترى لا تحسب الاكبر الكل يقول عمره معك وقول ان الشباب ان صغير، ابو يوسف جاب شعر، تعرف الام اذا تفقد الشباب وش تقول، يا ولدي انا كنت اترقب ايام زواجك ايام عرسك، ابو يوسف جابها ايش يقول من العطيه، يقول تقول له يا عقل ثياب عرسك فسدتها، تقول له يا عقل ثياب عرسك فسدتها، وكني خسرت حسبات قلبي اللي حسبتها، وكل للاسف نفت زواجه. فودعت الكلام ودع ودع بعد السجهات من العظيم يقول لي ودع، وجاء الى اخي السجاد وزين العابدين مريض ما يقدر يوقف، الاكبر مدجج بالسلاح ما يقدر يقعد، فاقبل وانحنى عليه في امان الله، اخي دير بالك على العلويات، انت كفيله، ودع السجاد دار عليه النسوان كالحلقه، هذه تشمه تلك تضمه تلك تقبله، والحسين ينادي دعوا ابني فانه ممسوس في ذات الله عز وجل، وودع أباه الحسين عليهم السلام الوداع الأخير، ومشى إلى المعركة وقلب أبيه الحسين معاه، وروح أبيه الحسين ترفرف عليه، سدر والكون شاب جزان وسيوف، للشاب ونبل والماح وحتوف، ما والله نجف قلبه من الخوف، ولا وجهه من اشراقه تغير، حمل على القوم وهو ينادي، قراءة الأول أحبها وهو ينادي، ماذا أنا ابن خواض الغمرات، أنا ابن منكس الرايات، أنا ابن أمير المؤمنين، حتى استغاثوا من ضرباته وطعناته، يقول حميد بن مسلم كان بجنبي مرة ابن منقذ العبد لعنة الله عليه، وكان فارسا معروفا
المختار قتل كل قتلة الحسين إلا هذا اللعين لم يدركه المختار. يقول حميد: كان بجنبي مرة ابن منخذ العبد قال: لئن قرب مني هذا الغلام وهو يصنع هكذا لأذكلن به أباه. قلت له: أما كفاك هؤلاء الذين احتاشوا؟ آجركم الله، رحم الله تلك الصرخة التي هي من أجلنا. فأقبل إليه مرة بن منقذ وطعنه بالروم وضربه بالسيف على رأسه، فسالت الدماء على وجهه وسالت الدماء على وجه الفرس، فأصبح الفرس لا يبصر الطريق. واعتنق الفرس شبك المهر رباله يوديه، نبوه حسين شبك المهر رباله يوديه، نبوه حسين عن عدوان يحميه، وثاب المهر للعدوان فرفي. وقع حيف بموسط العسكر، شفتم شلون داروا على الحسين؟ داروا على علي الأكبر، لأن هذا اسمه علي، هؤلاء أعداء علي، فداروا عليه، داروا بالسيوف عليه والزام، مثل قتال سبع المات عطشان، عسب عيد البلا ولية العدوان، أنزلوا بالمعايب دوم تفخر، هذا يقطع بسيفه وريده، تتحمل تشوف الأكبر؟ هذا يقطع بسيفه وريده، وهذا بالخناجر فصريده، وهذا يغط من رمح الحديده، وهو هيلوج يا ويلي ويفغر، سكن به الطبر وتموع روحه، وما حد عرف غير الله جروحه، دمياته على خد سفوحه، بما خربها ناديها موذر، نادى ابا حسين. هذا جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، قد سقاني شربة لا أظمأ بعدها أبدا. أما حال الحسين، يقول سكينة: كنت مع أبي الحسين في الخيمة لما سمع نداء الأكبر، ظهرت عينه في أم رأسه وكادت أن تخرج روحه من جسده، وأقبل إليه كالطير المنقد على فريسته وهو يتلذذ بذكر اسمه، وهو يقول: ولدي علي، ولدي علي، حتى ان وقع عليه وامتد على طوله. بني علي على الدنيا بعدك العفا. يقول حميد بن مسلم: كنت انظر الى الحسين اذا وقف امام فارس لما اسمع له صوت، لكن لما وقف على علي الاكبر ملأ الميداء بالعويل. زينب تسمع صوت، زينب تسمع صرخة، اجت تسجل، قالت لولدي: اسمع صرخات، قوم يا ولدي تأكد من هالصرخة. الأكبر شوية تحرك قليل عند باب الخيمة، أخذ يصغي وسمع الصرخات، قال: عمي أنا أسمع صرخات، لكن أقول لك شيء، إن كانت هذه الصرخات صرخات أبي الحسين فقد قتل أخي. ماذا أصنع؟ تأذن لي؟ أتأذن لي؟ قال: اذهبي احفظي أبي لحفظ الناموس، حتى بعض الفرائض والفرائض طلعت لأجل حفظ الحسين. أبو يوسف وش يقول؟ يقول أبو يوسف:
الحسين الأكبر يشوف أبوه، يشوف أبوه واقف على رأسه، يقول لأبويا توقف على رأسي، توقف على رأسي، أني خادمك من جهدتني أمي. ما يتحمل يشوف أبوه واقف على رأسه. في الأثناء وإذا يشوف أبوه قد تحرك عنه، قال أبا أراك مشيت عني، فقال خرجت عمتك زينب. قال عني يا محب ما أقدر أمثل، لكن من باب التقريب، وإذا بزينب قد خرجت من الخيمة، قد شبكت 10 أناملها على رأسها ونادي بندائها، قد شبكت 10 أناملها على رأسها وهي تنادي وولدا. وابن أخيا وحبيب قلبا، ليتني عميا قبل هذا اليوم، ليت الموت أعدم من الحياة. اقلها أحب منك الزهرة، اقلها أحب منك الزهرة، ابني تركت فوق غبرة، أعظم علي طلعتك حسرة. أبا مشيت عني، فقال خرجت عمتك زينب، وإذا بالأكبر يخاطب أبوه، يقول له يا رب ودني لعمتي، عمتي زينب أراها، هل هي تشد جرحي؟ قلت له وياي يا رب ودني لعمتي، عمتي زينب أراها، خلها تشد جرحي، ترى ذايب حشا. قال لي يا عقلي ومهجتي، مهجتي حشيك فراها، انا لازم اشيلك للمخيم يا ضي العين، لازم اشيلك للخيام، للخيام يا مهج الدروب. وعند ستاك يا صبي عيني، عيني وين ما اروح، انا لو قلت لامك ضل علي، ضل علي بالشمس مطروح، لازم تقل لي كان كان جبت الولد يحسن، ولكن بليلة شالفكر، شالفكر يا حلو الأطباع، لو عاينت جسمك يا عقل موزع عز، وزينب ما تقدر تنظرك، تنظرك يا ابني بالنزع، ولكن عين الله على صياح النسار. وإذا بلسان الحال خاطبهم، يا أهل الخيم جاكم علي قومون، شوفوا على صدر جنازة محمود. عظموا هذه الشعيرة، عظموها عظموها، هي نجاتكم في الدنيا والآخرة. يا أهل الخيم جاكم علي قومون، شوفوا على صدر جنازة محمود، شوفوا
أدركنا جنازة محمود وطلعنا يا ويل من الخدر وحماته وشاف علي كرمي ويجب جناته ومن الطابر ما تنحصد رحاله وزينب تصد دموعها مهماله قرت على جسم العالي قدرت على جسم العزيز تنال ذوبت قلبي يا شبيه الهالي ليلة تحد وتصيح ذاب الصال تمشي وتعشر مشية المذهول تمشي وتعشر مشية المذهول وتصيح جسم ابني علي راوني حين انعمت من راح نور عيوني ابن العمر دفنوني مريد بعد ابن العمر دفنوني ولا شوف جثتها الولد محمود ابا عبد الله يا حسين حفروا لي حفير الساعة ما اقدر اشوف ابني واشوف يا معلي تزودي من وداعهم قدام مش مصايب بعدش ما شفتين بتشوفين مصايب ازياد وراش اس وراش حلق خيام وراش رقوب على ظهرني قالها يا ليلة تزودين انا اقول نفسك هالمعاني العظيمة تزودي من وداعهم مش بالمودة مناك المهزولة بعد بيت الوداع ويتنظر إذا ذاك الشباب وتشوف مبضى شبي رسول الله تقول له يا ولدي ابني عليك المصطفى وانا اللي ابجيك ابو يوسف يا ابني المصطفى خاف على جلاله واهب لك الكرام صلاته يا ولد صلاته يا وفعال وابن الحسن عمك يا بعد اهلي يا بعد اهلي جمال وقصر العمر من جدتك والابن حسين وحسين الله محفظ دموع المؤمنين الله محفظ هذه الدموع الله محفظ مواكبنا مهاتبنا اعراضنا دماءنا اصلح ما فسد من امرنا نمع كلمتنا على الخير والهدى رد كل غريب وغريبه يا الله شافي جميع المرضى خصوصا من حضروا مجلسنا يا الله اجمعين يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا عندك قدم صدق مع الحسين واصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم لنا الحسين عليه السلام اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوما ورود عجل لنا فرج امامنا بلغ لنا تحية الارض السلام عليك يا بقية الله في الارض عظم الله لك الاجر في جدك الحسين عليكم السلام إلى أرواح الفقهاء والشهداء السعداء وموتانا وموتاكم والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة شفعت الصلاة على محمد وآل محمد